شي خاصني نغسلو يوميا، وكان كيدير ليا تساقط الشعر. تنقول منين كيجينا تساقط الشعر، وهي المشكله وهي في الطريقه الخاطئه اللي كنت كنغسل بها شعري. كذلك دابا راه متوفر. السلام البنات، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وتكونوا زازلوس، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه نوارا بيوتي. فرحانه اليوم جبت لكم فيديو، سيرتو هذا الفيديو مهم بزاف وفيه نصائح زوينه بزاف اللي خاصكم ضروري تسمعوها وتطبقوها. هذا الفيديو كيتمحور على النظافه الشخصيه. النظافه الشخصيه سيرتو دابا، انا ما جيتش نقول لكم انا ضروري تغسلوا يديكم، ضروري تعقموا، هادشي كامل كنعرفو، ولكن بغيت نقول لكم ضروري تشربوا الماء. الماء بزاف 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 ضروري تشربوه. ودابا يلا نبداو الفيديو. اول نصيحه واللي كنشوف بزاف الناس كينساو يديروها، كتوقعوا شنو هي اقدر مكان عندنا في البيت؟ ترارارن، هي الليفه. الليفه او الكيس، او شنقولوا ليه حنا، حنا الخرقه ديال الحمام، هادو اقدر واللي كيهز بزاف الجراثيم واللي كيهز بزاف ديال الميكروبات. كنا ملي كندوشو علاش؟ لانه علاش؟ لاننا ملي كندوشو كنخليوه في واحد البلاصه في الحمام، لهداك البلاصه تيكون مكان فيه رطب وفيه ما فيش تهويه، وبالتالي هذاك هو انسب مكان للميكروبات والجراثيم باش تكاثر. وبالتالي حنا كنجيو مثلا نغدلي ولا بعد باش ندوشو، وكنعاودو نهزوها وكنديروها بلا ما نغسلوها. وهذا خطا بزاف، لان ضروري هاد الليفه او هاد الكيس ضروري نغسلوه بالصابون. الصابون ماشي اللي دوشنا به، الصابون عادي نغسلوه بها مزيان ونحطوها في بلاصه فيها تهويه. الا كان فيها الشمس اوكي، سينو الا كانت غير التهويه راه مناسب مزيان باش تجف. سينو تقدو كيف ما كندير انا، مره في الاسبوع، ماشي يوميا بيان سيغ، مره في الاسبوع تحاولوا تعقموها. اي حاجه كتحتاج تعقيم ديروا شويه، مثلا شي غطا ديال الخل فواحد شويه ديال الماء، وتخليو فيه هاد الكيس تاي تعقم. بعد تغسلوه عادي بالماء وتاني تعلقوه. علاش دايرين هاد لي بارتي هنايا باش يتعلق وينشف مزيان، عاد باش ديك الساعه نقدروا نستعملوه. تاني نصيحه كتخص الاسنان، كنا كيسحب لينا اننا كنغسلو اسناننا بالفرشات وبسينيال، انا صافر غير كافي. نو ماشي كافي وماشي نظافه تامه، لاننا واخا نكون غسلناهم 3 أو 4 مرات ما تكونش النظافه ديال الاسنان 100%، لان بقايا الاكل كتراكم لينا وسط الاسنان وضروري نحيدوها باش نكون هكذا الاسنان ديالنا يتكونوا تنظفوا مزيان وما يجيناش السوسه وداك الشيء ديال الاسنان ما تجيناش. دونك باش كنديروها في زمان كنا كنعرفوا داك الخيط هو اللي كنديرو وسط الاسنان، كنديرو به، هو شويه ماشي عملي. او كيستعملوا دابا خرجت واحد لا ماشين سميتها ووتر فلوس، اي واحد الماشينه كتدفع الماء لا قلبتو بجوجل غادي تعطيها لكم، من كتدفع الماء وسط هذاك الماء بواحد القوه اللي كتخلي يطرد الاكل اللي وسط الاسنان. كاين حل اخر واللي هو دابا هو هاد الفرشات ديال الاسنان ديال وسط الاسنان. هانتوما كيفاش كيدايره، انا ديجا كنستعملوها دايره بحال هكا كما كتشوفوا. شي فيها فرشات صغيره رقيقه من هنا، فيها واحد سليك الوسط وفيها فرشات، نتمنى تكون كتبان لكم باش نوضحها لكم مزيان. خاصو هادي كتقدري تستعمليها بليزيوغ فوا، يعني ماشي غير مره ولا حيت تستعمليها بليزيوغ فوا، يعني يوتيليزابل تعاودوها قال 3 أو 4 مرات كتستعمل صافي. وهادي بواسطه كديروا وسط سنانكم بحال هكايا، كتنقي لكم وسط سنانكم وكتحيد لكم هذاك الاكل، ومن بها كتاكدوا انكم نظفتوا الاسنان ووسط الاسنان ما بقات حتى حاجه. او سينو الا ما عندكمش هادو تقدروا ديروا واحد الحاجه اللي ايفيكاس وتا هي فعاله بديل رائع البنات. الا ما بغيتوش تستعملوا هاد الوسائل اللي ذكرتها لكم، تقدروا فقط
كتستعملوا تكونوا في الدوش منين كندوشوا تاخذوا داك الدوش ديالكم ديروه على الاسنان ديالكم حتى هو راه كيخرج الماء بواحد القوه. هذاك هذاك الماء حتى هو غيطرد لكم راه تيشبه لهذيك لا ماشين اللي ذكرت عليكم حتى هي نفس تقريبا الخاصيه حتى هو غيطرد لكم الاكل اللي كاين وسط الاسنان ديالكم وبهنا غادي تاكدوا ان نظافه الاسنان ديالكم ولات مزيانه. والنصيحة الثالثة البنات واللي حتى هي ما بهداش على الأسنان ديالنا هو تنظيف الفم. أغلبية فينا ما كننظفوش الفم ديالنا كيف ما خاصو يتنظف وكنسولو على بعض النوبات على رائحة الفم كريهة منين كتجينا. رائحة الفم كريهة كتقدر تكون عندها بزاف العوامل، تقدر تكون فيها مشاكل صحية يعني يكون مشكل في الجهاز الهضمي أو تكون التهابات في اللثة يقدر يكون فيها التهابات التهابات اللثة اللي تكون داخل فيها سواء التدخين او الكحول او عدة اشياء اخرى. وثاني تتكون مشكلة ديال عدم تنظيف الفم بشكل زعما اللي خاص كيفاش خاصو يتنظف به. كيفاش خاصنا ننظفو الفم ديالنا؟ بالفرشاة ديال اسناننا فقط البنات، بل نغسلو الفم. الفم اهم حاجة هو الفم. الفم هو انه البنت هدايا، الفم هو انه تغسل تغسل الاسنان ديالك، تغسلوا الاسنان ديالكم، تغسلوا ما بين الخدين ديالكم، تغسلوا تحت الشفتين ديالكم، تغسلوا فوق جهة الحلق، يعني تغسل مزيان مزيان مزيان. المضمضة غير كافية غير كافيه. حاجه هو اللسان، ضروري اللسان تنظفوه، ضروري البنات اللسان تنظف حيت تبقى فيه واحد البقايا. وسيرتو سيرتو في الليل خاصنا ننظفوه بالليل قبل ما ننعسو، باش ملي كنمشيو ننعسو هكذا كنكونوا اكيدين ان ما كاينش بقايا الاكل بقات في الفم ديالنا. والغد ملي كتفيقوا كتكون رائحه الفم ديالكم فيها حتى مشكل عادي جدا. اخر حاجه البنات غنهضر عليها اليوم في هذا الفيديو وهي نظافة الشعر. كنغسلو شعرنا ولكن كيفاش كنغسلوه؟ دابا انايا شخصيا ما كنديرش المشطه في الشعر حيت حاجه من الاساسيات انها كطيح الشعر من تكون في الدوش من تكون شعرك مبلل صافي. ولكن راه خاص ضروري تغسل فروه الراس. فروه الراس البنات كتكون فيها دهون سيرتو بعد ما حنايا البنات كنديرو ماسكات كيبقى فيها يعني غير كافي، غير اليدين بوحدهم غير كافيين. ضروري المشط، انك المشط دوزي على فروه الراس ديالك. وكنتسائلوا بزاف المرات نقولوا علاش شعرك كيولي دهني كيتزيت بالزربه وكنغسلو يوميا باش ما يبقاش باش ما يكونش دهني باش ما يكونش دهني. ولكن المشكله في كيفاش كننظفو. ضروري ننظفو الجلده ديال الشعر ديالنا باش هكذا كنضمنوا انه راه غيبقى شعري واحد الايام مزيان وما غاديش يتزيت واخا يكون هو اساسي دهني. حيت انا شعري دهني ولكن ملي كنغسلو بهذه الطريقه كنبقى به واحد 3 ايام عاد باش نقدر نعاود يتوسخ ليا ونعاود نغسلو. ما كنتش كنستعمل المشطه كان خاصني نغسلو يوميا وكان كيدير ليا تساقط الشعر. تنقول ملي كيجينا تساقط الشعر وهي المشكله وهي في الطريقه الخاطئه اللي كنت كنغسل بها شعري. كذلك راه متوفر بزاف لي سيت كيبيعوا واحد المشطه اللي خصيصا لفروه الراس كتكون شويه رطبه على فروه الراس كتستعملها هنايا. الا دخلتو لسيت امازون وكتبتو عليها راه غادي تلقاوها. هي كتبحال كتغسل لك بواحد حيت فيها دوك الاسنان رطبين وما تخافوش انها تقدر تجرح لكم جلده الشعر جلده الراس ولا دير لكم شي مشكل. بالعكس كتغسل لكم غير الجلده مزيان سيرتو كما قلت لكم حنا البنات عزيزين علينا نديرو لي ماسك للشعر هكذا كتضمني ان نظافه الشعر ديالك مزيان. هنا البنات وصلت نهاية الفيديو. درت لكم الفيديو خفيف ماشي طويل باش مهم وفيه نصائح بزاف ونصائح اللي غادي تفيدكم اكيدة اكيدة. وحتى لا عندكم خواتاتكم صغار ولا صحاباتكم صغار وهذا وريهم هذا الفيديو باش يعرفوا النصائح اللي قدوا يستعملوا اللي غادي تفيدهم بزاف بزاف. تلنا تنقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناة هكذا باش نكبروا لا فامي ديالنا. وشكرا بزاف.